ونصايب واحد الكريمه في هذه الفتره هذه ديال البرد اللي غادي تعاون باش هذا الحريق هذا يحيد وباش حتى هذه المفاصل ما يبقاوش كيضرونا في الصباح. الكريمه شنو غناخذوا فيها؟ غادي نديروا فيها معلقه كبيره ديال الباديان مطحونه، وغنديروا فيها معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، وخمسة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. ديال معلقة كبيرة ديال الباديان مطحونة، معلقة كبيرة ديال زيت الخزامة، وخمسة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. واش الباديان تطحنها السيدة تولي بودرة تنيلها ولا تكون مازال هكا كيبانوا فيها أجزاء؟ تطحنها وتغرب لها مزيان يعني حتى كتنيلها هذيك البودرة ديالها اللي كطيح في ديك المعلقة ديال زيت الخزامة وخمسة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. كنحطوهم فوق حمام مريم حتى كتذوب زبدة الكاريتي مزيان مدة ديال نصف ساعة. نخلطوا هاد المكونات كاملة حتى كتخلط، نحطوها في واحد البلاصة حتى كتبرد، وكتولي عندنا واحد الكريمة فيها زيت الخزامة وبودرة ديال الباديان، وكندهنوا بها كمساج لليدين ديالنا، المفاصل، البلاصة اللي كتكون عندنا فيها الحريق، العضلات، البرودة، شي بلاصة كيكون عندنا فيها الحريق كندهنوها وكنخليوها كترتاح، فهي كتنقص لنا من الالم ومن الحده ديال هاد الالم. هذا الباديان والخزامه من مهدئات الالم. نعم، فيها كاين لانيتول وكاين لينانول اللي هما جوج ديال المواد مهمين. نعم. لهاد المشاكل هذه. نعطي واحد الوصفه بسيطه، اذا غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال مرد الدوش، لا مارجولين مهمه جدا لتخفيف الالم، والحريقه الحرشه لاختي تكون يابسه، اذا معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه، معلقه صغيره ديال مرد الدوش يابسين، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنشربوهم نص ساعه بعد الفطور يوميا. كنداوموا على هذه الوصفه هذه وما كنقطعوهاش مده ديال شهرين. فهاد الوصفه كتعاوننا كمضاد للالتهاب، يعني كتحبس لينا داك الحريق، وكتعاون كذلك في التسخين ديال الجسم. وهذا غادي نجاوبوا حتى على الاخت ديالنا اللي سولتنا على وصفه اللي تسخن الجسم ديالها. بالنسبه للحريق الموضعي او داك الحريق اللي كيكون عندنا في المفاصل ولا حتى الصبعان ديالنا ملي كنحسوا بهم فيهم واحد البروده ولا تقال علينا ولا كيحرقونا. في الصباح كنسمعوا السيدات كتقول لك كنوض ويديا صبعاني كيضروني بحال مدقدقين. بحال مدقدقين، فهنا خصها بعدا تشوف الكالسيوم ديالها وتشوف الفيتامين دي. هادو جوج ديال الحوايج كيمكن يعطيونا هذا المشكل. عاد كاين المشكل ديال الروماتيزم اللي هضرنا عليه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.